يقول: يجوز لنا التنويع عند نزولنا للسجود، نقدم أيدينا أحيانا وركبنا أحيانا، وماذا تعني القاعدة التي تقول لا إنكار في مسائل الخلاف؟ من حيث يجوز، يجوز أن الإنسان في حال السجود أحيانا يقدم يديه وأحيانا يقدم ركبتيه، من حيث يجوز يجوز. لكن إذا كان الإنسان يريد السنة، يريد أن يفعل كما فعل النبي، يريد الأجر الأكثر، فيتبع ما يعتقد أنه الحق سواء بالبحث أو بالسؤال، فإذا سأل أو بحث وتبين له أن النزول على اليدين هو السنة ينزل على يديه، وإذا تبين له أن النزول على الركبتين هو السنة ينزل على ركبتيه، أو يسأل من يثق بدينه وعلمه ويقول له. لكن من حيث الجملة، حتى لو علم أن النزول على اليدين مثلا هو السنة فنزل مرة على ركبتيه أو مرتين أو يوم على ركبتيه، الأمر جائز، يبقى أن الأمر سنة وليس واجبا. أما لا إنكار في مسائل الخلاف، نعم صحيح، لكن الخلاف الصحيح، الخلاف الذي ليس فيه معارضة لدليل، الخلاف المحتمل، يحتمل قول هذا صواب يحتمل قول هذا صواب، هذا الخلاف الذي لا إنكار فيه. وفرق عظيم بين الإنكار وبين مناقشة الموضوع، يعني يتناقش طلبة العلم في مسألة ما، هذا ليس من باب الإنكار، وإنما هذا من باب النقاش للوصول إلى رأي في هذه المسألة وهكذا.